السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي مشاهدينا، مرحبا بكم في قناتكم وليد هوب. أعزائي مشاهدينا، قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، يبدو أن لعنة الإصابات لن تحل على المنتخب الجزائري نهائيا، وحيث هنا أعزائي المشاهدين مكسب بالماضي الذي يعني قد ضمنه يتعرض للإصابة جديدة وقد يغيب عن كام 2019 للأسف. حيث تتواصل الأخبار الغير السارة للأسف تصل للناخب الوطني جمال بالماضي قبل شهرين من انطلاق نهائية كأس أمم إفريقيا المقبلة. فبعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاعب جديد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري والذي لم نرى أيضا لحد الآن يعني مستواه مع المنتخب الجزائري ألا وهو فيكتور لكحل وابتعاده لأشهر كثيرة، وطبعا قالت بعض الصحافة الفرنسية أنه سيغيب رسميا عن كان 2019 للأسف، ونتمنى له أعزائي المشاهدين في نفس السياق يعني الشفاء العاجل. وأعلن مدرب ديغون الفرنسي اليوم أن لاعبه الجزائري عبيد سيغيب لفترة طويلة قد تصل إلى 40 يوما للأسف كامل. وحسب ما كشف عنه مدرب ديغون فإن عبيد لم يشف من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب التونسي. وبعد هذا الخبر سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي في ورطة كبيرة، خاصة وأن كأس أمم إفريقيا على الأبواب. ومع العلم أعزائي المشاهدين مهدي عبيد هو الذي سجل الهدف الأول في مباراة الجزائر ضد غامبيا، وكان عبيد قد ترك انطباعا جيد في آخر مباريات ضد مع الخضر عفوا، مما يعني أنه قد يكون معني بكأس أمم إفريقيا المقبلة في حال كان جاهزا جهازية تامة. وطبعا جمال بلماضي يريد فقط اللاعبين الجهازيين جهازية تامة، لهذا عين العديد من اللاعبين الاحترافيين الذين استدعاهم والذين امتحنهم في مباراة الودية ضد يعني تونس، وأيضا المباراة التي كانت قبلها ضد غامبيا. طبعا اعزائي المشاهدين نتمنى لهم لكل مهدي عبيد وايضا فيكتور لكحل ولكل اللاعبين المصابين الشفاء العاجل، وان شاء الله ياتوا الى المنتخب الجزائري ليلعبوا في كان 2019 ويساهموا في الذهاب بعيدا مع جمال بلماضي وبالمنتخب الجزائري. وطبعا كل الجزائريين ياملون يعني تحقيق النجمه الثانيه والمنتظره منذ سنين، الا وهو اعزائي المشاهدين كاس امم افريقيا للمره الثانيه في تاريخ الجزائر. طبعا اعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا لايك تشجيع لنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وايضا لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.